ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. حنا كنتواجدوا بكافي سيني كافي لاحتفاء بعدة فنانة ضمن مهرجان جسور للسينما. وتشوفوا معايا هاد الأجواء ديال هاد الاحتفال والتكريمات. أجيو معايا. خلال هاد الحفلة اللي دارها الأخ محمد الرداني اللي هو المدير الفني ورئيس المهرجان السينمائي جسور، فبعد نهاية المهرجان اللي كانت المدة ديالو 3 أيام، فدرنا هاد الحفلة هذه بمناسبة نجاح المهرجان اللي حضروا فيه تبارك الله عدة فنانين وفنانات ومخرجين وصحفيين. فأنا جيت سعيد بالتكريم ديالي، وكنشكر الجميع، كنشكر جميع الصحافة، وكنشكر بيان سور الأخ الحبيب والعزيز على القلب مول النكتة الأخ فريد. إذن دائما في إطار فعاليات مهرجان جسور للسينما والإبداع تحت شعار السينما قابلة التنمية، إذن اليوم كان تكريم واحد العدد من المبدعين وكل من ساهم في هذا الحفل سواء من قريب أو من بعيد. هذا السيد سي رداني تبارك الله عليه، والله يعاونه، ودار واحد المجهود كبير، ما عاونه حتى واحد، وكرم 24 ممثل، راه ماشي سهله. انا حضرت التكريم كيكونوا جوج ثلاثه، هاد السيد راه واحد المجهود داره كبير، انا كنشكره بزاف، كنشكره والله يعاونه والله يوفقه. فأنا كنقول شكرا للمهرجان جسور للإبداع السينمائي على هذا التكريم هذا، وكنبغي نقول الجمهور الكريم كنقول لكم سنة سعيدة 2023، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة ورزق كل ما كتمنوا إن شاء الله. تحياتي لكم باب قناة أنفاس. المهم حضور ديالي هو حضور لأن المهرجان كان باسم عز داداس، هذا شرف كبير من عند الأستاذ رداني. الحضور بعد الجوائز اللي ما تعطاتش في التكريم كان تاع الدور ديال بعض الناس اللي ما كانوش حاضرين، واليوم حاضرين معنا، وكان حفل رائع يعني، وكان الختام ديال المهرجان ختامه مسك. وشكرا لكم كاملين، وشكرا للضيوف اللي حضروا معايا في التكريم ديالي، كنقول لهم تبارك الله عليكم وكنموت عليكم كاملين. شكرا حبيبي. درنا المهرجان هذه 3 أيام، مهرجان جسور السينمائي الدور الثالثة، ودابا دايرين تكريم كاعتراف فنانة اللي كان السلام مصطفى، وكانت أسباب بن زكور، وعدة شخصيات. هذا هو المضمون ديال المهرجان، نكرموا الناس ونفرحوهم ونضحكوا معاهم، ونتمنى هذا العام يدوز بخير وعلى خير، وهذه السنة الجديدة تكون بالصحة والعافية، ودائما المهرجان إن شاء الله.